السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في حد من الذين يتبعون الطريقة الشاذلية الضالة يقولون: من صافحني دخل الجنة. من إيه؟ من صافحني دخل الجنة. من صافحني دخل الجنة؟ وأنت إيه رأيك في هذا الكلام يعني؟ أراه أنه مبتدع. مبتدع ضال. آه. طبعا. هل الرسول محمد عليه الصلاة والسلام نفسه قال من صافحني دخل الجنة؟ يقولون انه حديث، بس الحديث منكر. أبو بكر قال من صافحني دخل الجنة؟ لا. عمر؟ لا. هم أحسن من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا طبعا، حسبي الله. الله يكرمك، ألف شكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ارفع صوتك، رفع الله ذكرك. سمعني كده؟ سمعك. معلش شيخ، انا عندي 18 سنة. ارفع صوتك، 18 سنة شاب يعني، ما انتش متمارض، ما انتش مريض، ارفع صوتك. قوي. عندي 18 سنة. يا حبيبي ارفع صوتك او ساغلق الهاتف، الناس لا يسمعونك. ايوه كده تمام تمام يا شيخ. يعني بدات تتعافي شوي من المرض. تمام. ممكن يا شيخ ادعي؟ انا شعري بيقع وانا عندي 18 سنة، ممكن ادعي ربنا اللي هو ما يقعش؟ شعرك يتساقط، تقول ممكن ادعو ربنا الا يقع، ربنا الا يقع؟ ايوه. نعم، قل يا رب اشفيني، يا رب يا رب لا يسقط شعري، يا رب قد قذرني الناس واسلك سبيل العلاج. تمام. تداووا عباد الله، فان الله ما انزل داء الا انزل له دواء، مع الدعاء. بارك الله فيك وعافاك الله في شعرك وبدنك. السلام عليكم. السلام عليكم. يا رب قد قذرني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته، تفضل. شيخنا الفاضل بارك الله في عمرك. وفي عمرك بارك ربي. اللهم امين يا رب. سؤال يا شيخ يسألني احد: كيف سيعذب الجان والشياطين بالنار وهم خلقوا من النار؟ انت خلقت من ماذا؟ انا خلقت من تراب، من طين. يعني مش ممكن واحد يجيب حجر طين ويضربك في راسك يكسرك؟ تمام. طيب، قوم لوط، عفوا، قوم لوط ومن سلك مسلكهم الله ينتقم منهم، القائلين مثلية ارسلت عليهم حجارات من سجيل منضود، سجيل حجارة، طين متحجر، طين متحجر، وهم خلقوا من طين، فربي أعلم. تمام، جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل. أهلا وسهلا، تفضل. الله يبارك. عندي سؤالين. السؤال الأول: صحة حديث أطب مطعمك تستجب دعوتك؟ حديث ضعيف الإسناد.
لكن في الباب حديث آخر وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم من طريق فضيل بن مرزوق وفي فضيل بعض الكلام، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. طيب السؤال الثاني جزاك الله خير. إذا أتاني دعم وليكن كرتونة رمضان أو دعوة إلى العشاء من شخص عنده مصنع ينتج السجائر والتبغ وغلب على ظني أن ماله حرام، اسمه على نفسه، قاله ابن مسعود: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هدايا من اليهود ومن الكفار. بارك الله فيك. روي عن ابن مسعود من طريق ابراهيم النخعي يعني ابن مسعود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازيك عم الشيخ؟ طيب ولله الحمد. الحمد لله انا صحتك تمام. كنت كلمت حضرتك انا من فتره طويله كده، مش من فتره طويله يعني 3 اسابيع، على حادثه السوبر ماركت. ها؟ حادثه السوبر ماركت اللي هي السيره والحاجات دي، لو حضرتك فاكر يعني. حادثه السوبر ماركت؟ لما كان واحد شغال عند واحد وكان بيسرقه والكاميرات جابته وكده يعني. طيب والسؤال؟ السؤال ان هو دلوقتي اعترف ان هو بياخد، ان هو كان بياخد بيسرق وكده، بس بيقول لهم ان هو بيسرق بقاله سنه. فدلوقتي هنطلب يمين، يا اما هنقعد في قعده ومش عايز اعرف اهله واقول لك انا هاخد مثلا ايه، حاسبني على سنه بس. اصبر يا اخي اصبر مع حضرتك. لا يطلب من الحرامي يمين، هو اعترف بالسرقه والكاميرات اتت به. تمام. من ماله قيمة اليمين؟ هذا فاسق ويكذب. ماله قيمة اليمين؟ خذ منه قدر العقوبة التي كل ما تتوقعه أنه سرق منكم خذوه. بس. تمام. مش يمين هنا، يمين مثلا الكاميرا أتت به يسرق وهو اعترف أنه يسرق منذ سنة. أيوه بس هو كان شغال بقاله أكثر من 8 سنين. خذ الذي تستطيعونه منه. حتى الباقي سيكون عقوبة تعزيرية. طب هو يا شيخ معلش في سؤال ثاني. هو يعني اول ما اشتغل مع الراجل ده كان بياخد 3000 جنيه وما كانش حلته اي حاجه. دلوقتي بقى عنده معرض حاجه يعني، عشان برضه من دون ذكر اسامي، معرض كبير وبقى عنده عربيه ملاك. طيب هل هم من حقنا ولا لا؟ كان يشتغل شغل اخر؟ لا ما بيشتغلش. ورث من ابيه او امه؟ ولا اي حاجه. لا يلزم انها تكون كلها من عندكم، خذوا ما استطعتم قدر الذي يشفى به غليلكم. شكرا. ورفع الله قدرك يا فتح ابن عثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك حضرتك يا مولانا؟ طيب الحمد لله. اللهم لك الحمد. بعد اذنك يا مولانا عايز اسال في قوله تعالى: واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزول. أيوة. ما شاء ربك. شاء ربنا وبين أنه شاء في موطن آخر ألا يخرج منها. قال تعالى: هذا إن هذا عطاء. قال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. جزاك الله خيرا. يا أهل الجنة خلود فلا موت. فإذا كانت الآية أجملت هنا ففصلت في موطن آخر، بيّن الله أنه شاء ألا يخرج منها. جزاك الله خيرا. وإياك حبيبي. بارك الله فيك يا طارق بن فريد، وأنت يا مندي عاشور. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. فلسطين. نعم. نحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السؤال: عندي شيكات مؤجلة من تستحق من 2029 إلى 2034، أملكها موجودة. شقق؟ لا شيكات. شيكات؟ شيكات من 2029 تستحق إلى 2034 موجودة عندي. هذه الشيكات هل الزكاة عليها؟ مع العلم إني لا أملك زكاتها حالياً. يعني الدخل اللي عليه بصرفه، لا أملك زكاة. يعني أنت لك شيكات تستحق، شيكات عند حكومة،
أو عند أفراد تستحق 2009 نعم نعم مجدولة من 2029 يعني بعد ست سنوات من الآن إلى 2034 34 75 شك لا ما عليها زكاة كذا ما عليها زكاة ما عليها زكاة ما أنت متحكم فيها سنوات طويلة نحبكم في الله ونحبها لسنا وعلى معهم في مصر الله يسلمك كانت مستحقة بعد ست سنوات كيف نقول له زكيها الآن ولم يتملكها السلام عليكم الأخ السائل عن الشيكات أرجو مراجعتي أرجو مراجعتي في وقت لاحق كأنك لم تسمع شيئا راجع لي تجارة أو ماذا يعني عليك عليك السلام وبركاته تفضل في حديث رواه أبو موسى الأشعري بيقول لك إن هي نزلت صورة شديدة نحو براء الشدة ثم رفعت نزلت إيه؟ عفوا نزلت ماذا؟ نعم ماذا نزلت؟ صورة الشدة ثم نحو براءة ثم رفعت الرفع هنا بمعنى النسخ ولا؟ معنى أن الله ينسيها للنبي محمد نبي ينساها ما ننسخ من آيات أو ننسيها كانت صورة الأحزاب في الطول تقارب صورة البقرة فرفعت كما قال عدد من السلف وما بقي إلا هذا القدر فهذا قوله ما ننسخ من آيات أو ننسيها أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها هو ليش سؤال يا مولانا السؤال هو في أبو موسى الأشعري بيقول نزلت صورة شديدة نحو براء في الشدة ثم رفعت لا 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 أعلم هذا ما مر علي هذا الأثر هو تشتبه كان بيقول اللي هو كان في صورة أيوة فهمت كلامك لكن ما مر علي سند لهذا الأثر نعم الله يسلمك يسأل فتح بن عثمان ما معنى بيع الغرر سؤالكم هم هو الشيء المجهول تقريبا يا أخي يعني ما تبيع السمك في الماء أو أقول مثلا أنا أنت تطرح الشبكة في البحر وما أتت به الشبكة بألف جنيه جاءت بكثير بقليل هو بألف هذا غرر السلام عليكم وعليكم السلام نعم ده يا شيخ عامل إيه الحمد لله ما أنت بس نعم عاوز بس تفسير الآيتين ها بتاعت ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا لهم الرسول. ايه بتاعت في اسمها بتاعت حسن لغتك شويه مش ايه بتاعت. ايه لكن افسر لك هذا في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وهو حي عليه الصلاه والسلام. لوجدوا الله توابا رحيما ما معنى بس استغفرهم رسول اللهم اغفر لعمر اللهم اغفر لزيد اللهم اغفر لهذا اللهم اغفر لذاك بس في الوقت خلاص طالما الرسول مات لا يعني طالما الرسول مات خلاص طب ماشي بعد اذنك الايه بس اللي هي وهو الذي صلى عليكم ليخرجكم من وملائكته ليخرجكم من ظلمات النور ما معنى يخرجكم من ظلمات النور ظلمات الكفر الى نور الايمان انا فاهم ان النبي مش بايده اللي هو يعني ايه ينفع ويضر دي كله بالحاجه بايد ربنا هو مين اللي بيقول لي يخرجكم من الظلمات الى النور؟ يا ربنا ربنا سبحانه وتعالى ماشي ايه المشكله عندك؟ ما عاوز يعني عاوز افهم الوقت في بس يعني ايه سمعت شيخه كده يقول يعني يخرجكم من الظلمات الى النور يعني مثلا ايه نقعد نقول يعني يستعين بالله بس من خلال النبي انا عارف ده حرام بس هل يعني يخرجكم دون هل النبي ينفع ويضر؟ ما انا عارف ما ينفعش بس ما معنى الآية في القرآن؟ يا أخي الكريم النبي عليه الصلاة مات وشفاعته يوم القيامة مقيدة بإذن الله لقول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه تمام وقال تعالى في شأن الملائكة الكرام وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون فالرسول عليه الصلاة والسلام يشفع بإذن الله وفي من شاء الله له أن يشفع فيه
بعزك يا شيخ. نعم. هل الاموات يعني لما يسمعون او الرسول يسمعنا او يسمع صلاتنا عليه؟ الله قال في كتابه الكريم في شأن الاموات: انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. سابنا كمل اكمل. تفضل. انت سألت عن مسألة تستوفى الإجابة عليها. تمام. تفضل. الله يزيدك من فضله. قال الله تعالى لرسوله: انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. قال تعالى: وما انت بمسمع من في القبور. قال تعالى: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الذين تدعون من ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالنصوص دل على ذلك، على عدم السماع. لكن وردت بعض الأحاديث، لا أقول آيات، بعض الأحاديث تفيد السماع قيد الوفاة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لقتلى بدر من أهل الشرك بعد أن ألقوا في مكان خبيث قليب بدر: يا فلان، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، تنادي جيفا؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة التابعي، وهذا اجتهاده في توجيه هذا الخبر: أحياهم الله له حتى يسمعوا مقالته. وفي الآية أيضا أن بعض الأنبياء، عدد من الأنبياء، تولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا يعاليهم، أتاه ملكان فذكر الحديث. وعمر بن العاص يقول: إذا أنا مت فقف عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، لعلي أستأنس لكم وأنا أراجع رسل ربي. فمن العلماء، وهذا رأي قد يجنح عليه الشخص لقوة أدلته، من قال يسمع قيد الوفاة، أما إذا أصبحوا رفاة فلا، والله أعلم. تمام. شكرا شيخ. الله يبارك فيك. حسن منصور، بارك الله فيك. ماذا تسأل عن عذر بالجهل يا أموري خالد؟ العذر بالجهل كائن، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. أدلة كثيرة بسطناها فيما قبل. السلام عليكم. نعم، سؤال يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي، زوجي كان في مشكلة بيني وبين أمه، فهو قاعد يعني كان عايز يراضيها وكده، وهي ما استجابتش لي. بعد كسر التليفون والتلفزيون، وبعدين وقع على الأرض، ولما فاق راح قال لي: أنت طالق. هو ظن منه إن هو هيحل كده المشكلة يعني. هل كده الطلاق يبقى وقع ولا؟ زوجك كان بينه وبين أمه مشكلة، استرضاها فلم ترضى، كسر الهواتف وكسر الزجاج وأغمي عليه أو سقط على الأرض، ولما أفاق قال لك: أنت طالق، ظنا أنه يرضي أمه بذلك. اسأليه، إن قال لك: أنت طالق، وهو في عقله ورشده، وقع الطلاق. وإلا إذا كان ما زال غائبا عن عقله لا يقع، ويحدد أمر نفسه. هل يحق للمأموم أن يطلب من الإمام قراءة سورة معينة؟ يقول الإمام: مثلا بالله عليك اقرأ لنا اليوم سورة الرحمن، صوتك نديم به. الأمر فيه سعة في هذا الباب، ليس فرضا على الإمام، إنما
حبا للقرآن الكريم، إن الله أمرني أن أقرأ لك سورة البينة، يعني الأمور فيها خفيف لكن لا يفرض على الإمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. طيب الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. كنت عاوز استشيرك في شيء كده شيخنا أخرى. تفضل. أنا يعني طالب علم صغير. إيه الله يكبرك في طاعته. آمين يا رب. لم أحفظ القرآن بعد، لم أختمه يعني. لكن يعني منذ التزمت وعلاقتي بأصدقائي غالبا انقطعت. يعني كلام قليل جدا، يعني ما نتقابلش ولا حضرتك فاهمني؟ هم بعيد عن الالتزام الى حد ما يعني. يعني انت استقمت وابتعدت عن اصدقاء السوء. هم ليسوا باصدقاء سوء، هم يعني ليسوا بملتزمين. ايوه ليسوا بصالحين، ليسوا بهؤلاء الصالحين الذين منهجهم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. ها. فكنت انوي أن أكتب يعني أنا أحبهم وهم يحبوني، يعني في ناس لما تلتزم يبتدوا بقى إيه يبدأوا يهزروا عليك فاهمني؟ لا هم مفيش، مش من النوع ده، هم محترمين الموضوع محترمين وحبيبنا برضه يحترمون توجهك. نعم. وبعد فأنا أريد أكذبهم ليا وإن شاء الله نكون كلنا في طاعة الله يا رب يا رب. ف اعطتني فكرة اني في عدة ورقات كده اكتب مثلا ايه يعني الخطوط العريضة في الدين عموما، كالغسل والصلاة والصوم والوضوء والحاجات دي انا اكتبها بيدي لتكون اقرب لقراءتها. يعني لو جبت كتاب مثلا وديته لهم ممكن يبقى الموضوع تقيل شوية، لما اكتبهم ويحس ان الحاجة دي معمولة مخصوصة ليهم يعني يكون ادعى ان هم والسؤال على الجواز؟ نعم لا بأس. تراجع هذا شيخ؟ ها؟ بعد ان اكتب هذه الورقات تراجع لي؟ اشوفها ايه ارسلها. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كان عندي سؤالين. سلي. عندي اخين، كان اخ سالف من اخوه من حوالي. ممكن ترفع صوتك لو سمحت، امسك السماعه وتكلمي. عندي اخين. ايوه. اخ منهم كان سالف من الثاني من حوالي سنتين مبلغ من المال. نعم. فهو دلوقتي عايز يرد لاخوه المبلغ، يرده زي ما اخده. كما اخذه يرده. وإن زاد شيئا من نفسه بطيب نفس لأخيه لا بأس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم قضاء. السؤال الثاني بعد إذنك. نعم. أنا زوجي، أنا معايا ثلاث أولاد. الله يبارك. وزوجي عايزني أخلف ثاني، للعلم إن إحنا الظروف المادية مش أوي في ظل إن الدنيا بقت غلا وهو عمال. خلفي ثاني الله يهديكي. خلفي تاني بدل ما تزوج عليكي، خلفي. انا مع العلم ان انا بولد قيصري لا اذا في شيئان، اذا كان الامر فوق طاقتك صحيا خلاص لا يكلف الله نفسا الوسع، لكن اذا كنت تخشين من فوات الرزق فرب العزة يقول في كتابه الكريم لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أفي السماء رزقكم وما توعدون. انا بعمل ايه دلوقتي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. زوجي قال علي الطلاق، ما انا هاخد الاكل اللي انت عملتيه ده معايا الشغل، وبعدين راح خد الاكل ده معاه الشغل، دي كفاره يمين ولا كفاره يمين؟ يعني ما تعتبرش طلقه ان شاء الله. شكرا. مرحبا يا دكتور عمرو بن عبد الهادي، بارك الله فيك وسلمك الله. معلمة قرآن، هل يجوز بعد المجلس تدعو الطالبات يمين؟ لا تجعلها عادة مستديمة لعدم ورود ذلك عن السلف الصالح. فلت مرة مرتين لكن لا تكن عادة مستديمة، وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. ازيك يا مولانا، عامل ايه؟ طيب والله الحمد. يا رب تفضل دايما كده، انا بحبك جدا والله. حبك الله الذي احببتنا له. ربنا يحفظك يا رب ويبارك في عمرك يا رب. اللهم امين. دلوقتي احنا كان ورانا النهارده امتحان. فحصل يعني حاجه كده في الامتحان، انا كنت جاي متاخر، فبعد ما سلمنا الورقه بتاعت الامتحان انا ابتديت ان انا اراجع، كان في نقطه كده، فزميلي قال لي كان في ثلاث نقط انا كنت عاملهم خطا، كان سهوا مني، فقال لي لا ده هم كذا. فبعدها الدكتور نادالي اداني تاني الورقه بتاعتي عشان انا كنت جاي متاخر ما كنتش لحقت. فالنقط اللي انا كنت عاملها ديت، يعني انا بخش الامتحان بقعد لوحدي ولا بغش ولا بغش حد، يعني انا مستحرم الموضوع خالص، ما نغش انا ثلاثه منك. فانا مش ولا باخد كلمه من حد والله ربنا يعلم، ولا برفع اصلا ان انا اغش كلمه. وما كنتش اعرف ان الدكتور هيديني تاني الورقه. فالدكتور اداني تاني الورقه بعد ما عرفت النقطه بعد ما زميلي خلاص. انت لم تتعمد تغش ان وفقك الله. السلام عليكم. ايه؟ انت لم تتعمد غشا، يعني انا ما فيهاش حاجه، توكل على الله. يقول ماشي، عايزين نعرفه، نعرف مش نعرفه، ايهما اقرب بالسنه، الفقه الشافعي او الفقه الحنبلي؟ لا يضطرد الامر، خذ المساله بدليلها، ما في واحد منهم معصوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. اقسم بالله احبك في الله شكرا. احبك الله الذي احببتني. الله يرضى عنك ويرفع قدرك في الدنيا والاخره. يا رب ولك بمثل. معك محمد علي الصقر. يا مرحبا يا شيخ محمد، واهلا وسهلا. الله يحفظك ويبارك في عمرك. ولك بمثل. لذلك اسالك الدعاء لي والزوج. الله يبارك فيك وفي اهل بيتك جميعا. وام محمد الشاطر لها شقيقها توفي امس، اول امس. الله يسلمك الدعاء لي. المساء والدينا والمسلمين والمسلمات. اللهم امين، ربنا يرضى عنك ويحفظك يا رب. الله يبارك فيك. من شاطر المنصوره ولا من شاطر الاسكندريه؟ لا ام شاطر الاسكندريه. الشاطر في الاسكندريه ايضا؟ نعم. الله يبارك. ام محمد شقيقها توفي. ايوه. اول امس. الله يرحمه ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال عن سؤال. اخت مطلقه وتريد الزواج من رجل بعقد بدون توثيق حتى تستطيع الحصول على المعاش بتاع والدها. وفي نفس الوقت الراجل هتتزوجه ده متزوج وهي مش عايزه تخبر زوجاته الاولى. ومن الذي من الذي سيزوجها؟ اخوها. اخو وليها الشرعي. اه. الزواج صحيح لكن يشوبه غش للدوله وغش للزوجه. حرام ولا حلال يا شيخ؟ الزواج صحيح. الزواج كزيجة هذا الفعل. ما انا بقول لك، انا ما هو الغش حد يقول حلال، سنكلمك على صحة الزواج. الزواج صح. طيب انا اخوها يا شيخ، لو يعني انا المفروض لا اقدم على الموافقة على هذا الموضوع. بس اسمعني بس. اتفضل. الان اذا انت زوجتها فالزواج صحيح. تمام. في شهود وفيه صداق وفيه مهر والطرفان موافقان والولي موجود، الزواج صحيح. ما اختلفنا في هذا. مسألة التوثيق عند المأذون لتوثيق لتثبيت الحقوق. فهي تريد، يبقى النظر في الأمور الثانية الجانبية. مسألة تسجيله عند المأذون من أجل عدم تسجيله عند المأذون من أجل الحصول على المعاش. تمام. من أجل ماذا؟ الحصول على وعدم اخبار الزوجه الاولى. صبرا، انت رجل عجل، الله يصبر اختك عليك. يعني الان الزواج صحيح، بعد كده مساله غش الدوله، لا يجوز غش الدوله. ان قالت انا فقيره ومحتاجه لبينه وبين ربنا، يبقى النظر الى الزوجه الاولى. الزوجه الاولى اخبارها مسؤوليه من؟ الزوج. مسؤولية الزوج، ليس مسؤوليتك ولا مسؤولية أختك، مسؤولية الزوج، فيكون زوجها الشاش. تمام. الزوج. لكن الزواج حلال. طب أنت وصفتك ليه يا عم الشيخ؟ أوافق على حاجة زي كده؟ ما أكمل حديثي يا متسرع. اتفضل. أقول لك، يبقى النظر، إذا جاءت أختك مثلا حب الرجل موظف معها في العمل ويخشى من وقوعها في محرم معه، هيكون ضرر عظيم وقوع في المحرم. تمام. فسأختار أخف الأضرار، فانظر إلى أختك.
إن كانت أختك يعني مغرمة جدا بهذا الشخص وتخشى الوقوع في الفتنة معه، زوجها على كتاب الله وسنة رسول الله. كانت أختك متمسكة والأمر مش فارق معها هذا أو غيره، تريس إلى أن وتزويجك لا صح أيضا. طيب تمام، أنا كده فهمت يا عم الشيخ. فهمت؟ ولكن أنا كده فهمت، لو اتجوزت من غير ولي ده طبعا حرام. ولي ليه؟ ما أنت الولي أهو الحمد لله، الله يبارك في عمرك. أنا بتكلم عن حالة تانية، يعني لو أخت تانية اتجوزت بدون ولي. طبعا طبعا لا يجوز، لا نكاح إلا بولي. لا يجوز، حتى لو وكلت حد مش من محارمها. لو اتزوجت بدون ولي هنقول لها المأذون يزوجك. أه. المأذون يزوجك. شكرا يا عم الشيخ. الله يكرمك. لديه زوجتان، الزوجة الثانية سبق لها الزوج، ولديها ابنتان من زوجها الأول، ولديها ابنتان مني أيضا. وقد اتفقنا أن أذهب إليه يوم واحد في الأسبوع، وفي هذا اليوم ترسل البنات عند أمها، باقي الأسبوع عند زوجتي الأولى، والآن هي غير راضية. إذا كنتما اتفقتما في بداية العقد على ذلك فلا بأس، لم تتفقان فالعدل قائم. يعني اتفقتما، متى اتفقتما؟ هل اتفقتما عند العقد أنك لا تأتيها إلا يوم واحد في الأسبوع؟ فالمؤمن عند شروطهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا الفاضل؟ طيب الحمد لله. سؤال لو سمحت يا شيخنا. سل. زوجها كانت تأخذ من مال زوجها تعطي لأبيها دون علم الزوج. دون علم الأب. أيوه. قيم الأب أن ابنته كانت تعطيه من مال زوجها بدون علم. أشياء خفيفة ولا أشياء كثيرة؟ أشياء كثيرة، وعلى مدار سنوات. وهو هي الآن تريد، لما علم الأب قال لها لابد أن تعيدي هذه الأموال لزوجها. طيب لو علم الزوج أنها أخذت هذه الأموال ربما يطلقها. أيوه. فكيف تتصرف؟ كما أنها فكرت في السرقة كيف كانت تفكر في الإرجاع أيضا. كيف ترجعها وتستر على نفسها؟ ترجعها دفعة دفعة بس. هل يجوز للأب أن يعطيها المال على أنه هبة وتعطيه لزوجها؟ مش لازم تفضح الدنيا، بس لديته قالت للزوج هذا هبة مني لك، هيكافئها مقابله، لكن هي تدخله البيت كما سرقت ترد بالحسنى بأدب بطريقة فيها ستر. دون ان يعلم ان لا ملزمش، لانه ما علم في الاولى فلا نعلمه في الـ في الـ في الـ في الثانيه. جزاكم الله خيرا شيخنا، ربنا ما يرضي الفضائح، يعني ستر مسلما ستره الله في دنيا الاخره، القصد ان الحق يصل الى اهله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الزهر طيب والله الحمد. بص عايز حضرتك تدعي لي بس. الله يسكننا وياك الفردوس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. شيخنا معلش أنا سمعت منك سؤال، سمعت منك يعني تتكلم عن حديث الدجال الجساسة صحيح مسلم، وفضيلتك قلت الحديث به علل، هل الحديث يعني ضعيف مع أنه صحيح مسلم؟ حديث الجساسة في صحيح مسلم والكلام حوله يطول والمقام لا يتسع الكلام حوله الآن، فأرجو إنظاري إمهالي إلى أن أجمع الأقل فيه مرة ثانية لأني بعيد العهد به. ومن تكلموا فيه من المعاصرين شيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، لكن سنتكلم عليه من الناحية الحديثية بمشيئة الله تعالى. من المتن فقط شيخنا، وليس طبعا من المتن فقط وليس. لا بعضهم تكلم في السنة أيضا. طب يا شيخنا سؤال آخر على السريع معلش. ماي. حديث قرأت في حديث في قصة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أنه قال له جبريل اسأل من لا أسأل ولا لا أشك ولا أسأل، حديث ضعيف. لا أشك ولا أسأل، حديث ضعيف. أي نعم. أسأل فإن كنت في شك من في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال لا أشك ولا أسأل. جزاك الله خير يا شيخ. الله يكرمك.
زوجها ينظر للنساء ونصحتها لم يقبل، وعندما يريد أن يضايقني يناديني بأسمائهن، هل لي من أجر على صبري على هذا الرجل؟ هذا الرجل أحمق، يعني يحب واحد اسمها سعاد يقول لزوجتها سعاد، هذا مؤذي مؤذي. اتق الله لأنه يظلم بهذا الكلام. ويكفيه ما هو فيه من الابتلاء بالنظر إلى النساء، قل من يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم. لا إله إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الله يطيل عمرك وينفع بيك. وياك. تفضل. استسمحك أختي لما نسيت أنها تحرم وهي كانت ذاهبة لحج التمتع، نسيت النية للعمرة، حضرتك أفتتنا بالهدي. راحت تعمل الهدي، أحد الشغالين في المقدر قال لها لا ده الهدي ده بيتعمل مع الذبيحة اللي هتتعمل يوم الحج الأكبر، هل هذا صحيح؟ ما فيش مشكلة في أي وقت. يعني لو عملتها الآن لا شيء عليها. لا شيء عليها. أحسن الله إليك ونفع بك. وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو عبد الله. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. الله يبارك فيك. وإياك. شيخ مصطفى، أدعو دائما أن الله تعالى يوفقني في الدراسة وفي الصحبة التي تعين على الدنيا والآخرة. نعم. لكن لم أرى استجابة يعني من سنتين ثلاثة كذا. واصل الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: وكيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. فواصل الدعاء ولا تيأس من رحمة الله. أي أيوب عليه السلام دعا بالشفاء كم سنة؟ 18 عاما. وسيدنا يعقوب دعا أن يوسف يرجع عليه كم سنة؟ أكثر من 30 طويلا. وسيدنا إبراهيم أكثر حياته يدعو ربي هب لي من الصالحين. ولكن يا شيخ مصطفى، أنا يعني زملاتي سبقوني في الدراسة يعني ويتخرجوا. معذرة يمكن الحكمة يعلمها الله. تمام يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك يا شيخ كان عندي سؤال. سأل. شخص يسكن في شارع جانبي ليس شارع رئيسي. شارع جانبي ليس شارع رئيسي. وبعد. وكان عنده سيارة جاء ليقوم بركنها أمام منزله في هذا الشارع الجانبي. طيب وبعد. ففي أحد البلطجية قال له لو ركن سيارته هنا سيقوم بتكسير سيارته. طيب. فاتصل يركن بعد منزله في نفس الشارع، بس هو يسأل بقى عن ان هو يضع حاجز يحجز بيه المكان لما يمشي بالسيارة يرجع ليركن في نفس المكان، ولكن هو مكانه يعني لن يعطل الطريق. لا هو مكانه هو مكان عام. الشارع ده شارع في بيوت. لا يعني المكان الذي سيحجزه هو خاص به او عام؟ هو ليس مملوك لاحد يعني. ايوه هو يعني للناس كلهم. هو للناس كلهم. صحيح. كيف ياتي بشيء يحجزه لنفسه؟ كيف ايه؟ كيف ياتي بشيء يضعه في المكان كعلامه انه له وليس له؟ كيف يحتجروه لنفسه. تمام. يعني اصبح لكن ده لا يجوز. ايوه الله يسلمك. طالبه الفردوس وجزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا اسال الله اذا انت شخصا يعني هبه رفضها يجوز أن أخذها أنا. وهبت له هبة فرفضها أجرك ثابت عند الله. خلاص رفضها خذها. نعم. هياك هبة آدم قدام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أتكلمك من العراق يا شيخ. تكلمني من العراق؟ نعم. مرحبا بك يا أخي الكريم. أنا طالب صغير. يا شيخ كتب الدين المدرسية في العراق غير مضمون أنه الكلام اللي فيها صحيح. طيب. عندك كتاب ربك وسنة نبيك، أعرض أي شيء عليهم. نعم يا شيخ. أعرض على أعرض ما عندك على الكتاب والسنة. نعم يا شيخ. فأنا عادتي إنه المادة المدرسية أحفظها كمادة امتحانية، أمتحن فيها ثم أتركها وأنساها. هل هذا يكفي أم يجب أن أتأكد إنه اللي قرأته صحيح أم لا؟ خلاص ما فيش مشكلة، أنت لا تدري يعني. تذاكرها للاختبار. تحصيل علمي خذه من كتاب الله وسنة رسول الله. السلام عليكم. يقول ترك الإحرام من ميقات بلده لأنه كان سيقيم في جدة، ونزل جدة بعد يوم وجب عليه الحضور لمكة لدخولها فأحرم من التنعيم. قيل له عليك ذهب حشاة وهو لا يستطيع فما العمل؟ السؤال في بعض اللي إذا كان نزل جدة لا للحج إنما لأي غرض آخر، بعدها أنشأ النية من جدة كان يهلي من جدة. يعني يرجع جدة الآن وينوي من هناك. الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى بارك الله فيك. وفيك بارك الله. سؤال لو سمحت. سأل. صلاة الضحى في التوقيت الحالي هل تكون قبل الظهر برضه بنصف ساعة أو ماذا؟ صلاة الضحى تبدأ من بعد الشروق بحوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة، وتمتد إلى قبل الظهر بنحو 10 دقائق. يعني نصليها مثلا 12 الساعة 12 الظهر الظهر؟ هذا قبل الظهر بساعة تقريبا لا بأس. في التوقيت الحالي 10 الظهر على واحدة إلا. أيوه لا بأس لا بأس لا بأس. لا بأس. طب السؤال الثاني. موضوع الصك ده هل يجوز في الأضحية يا فضيلة الشيخ؟ ما هو الصك؟ والله انا ما اعرف السك ده عاملين فيه ايه، لانهم بيقولوا اسعار لا تتصور. يقول السك ب 2000 جنيه ولا 2500، وانا لا ادري هل يغني عن الاضحيه يا فضيله الشيخ؟ انا لا ادري بيجيبوا معز منين، يعني من اين ياتون بالاضاحي؟ بيشتروها منين؟ لان 2000 جنيه لا تشتري ابدا شاة في بلادنا. نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. الو ايه بس يا يعني. السلام عليكم. دعكم من الله، حق الشرطه ولا حق الاسبانيين؟ السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. حلوه طيبه. لك عندي سؤالين. سال يا حبيبي. اول سؤال، صلاه الضحى لو مثلا اصلي 4 ركعات بعد بعضهم ولا ركعتين؟ الافضل ركعتين ركعتين. طب ولو صلاة الجمعة قبلها في سنن ولا؟ صلي ما شئت قبل الجمعة. إذا أحد أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي. مفتوح الأمر. بارك الله فيك عم الشيخ. فيك ستر عليك ربي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا ربي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله أنا طيب، لله الحمد. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. النهارده يا شيخ كان في عاصفة رملية، فأنا كان عندي صاج فوق السطح. عندك إيه؟ صاج، لوح صاج فوق السطح. صاج فوق السطح، وجاءت عاصفة طيرت لوح الصاج، سلم يا رب. صح بالظبط كده، فوقع على تكييف جاري أفسده. أيوه. فهل انا مجبر ان انا اصلحه لي ام اتشارك معه في الاصلاح؟ دعني اراجع لك المساله لانك لم تتسبب في اي شيء انت. ما انا فعلا بالفعل انا قلت له انا دي عاصفه من عند الله. بالظبط، قلت له انا هشارك معاك، قال لي لا بس ده من اتلف شيء فعليه اصلاح. لا انت ما اتلفته اصلا. جاء والعذاب من عند الله يعني. سيبني اراجع لك المساله. يعني انا لو شاركت مصيبه عامه يعني كزلزال يقع بيتك زلزل وقع على واحد موته، ما عندك انت شيء. يعني انا لو ما شاركتش معاه ما اخدش ذنب؟
قلت لك هراجع المسألة، هل دخل في العجماء تلحق بالعجماء جبار ولا لا؟ العجماء جبار يعني ايه؟ على سبيل المثال انت عندك بهيمة تمام جاموسة قبلت واحد نطحته تمام ما عليك شيء، العجماء جرحاء جبار تمام. يعني انا اشارك او ما اشاركش ده حاجه حسب. قلت لك ساراجع المساله يا يا اخي الكريم، لا اريد ان اعجل، بضرب لك اقيسه بس، لكن لا احب ان احرر تحريرا كاملا المساله. يعني حضرتك عايز تعرف معلومه معينه عشان تقول عليها؟ لا خلاص انا عرفت المعلومه. واحد جاء صاق فوق السطح تمام، جاء مثبت تثبيت جيد او جدار، حصل زلزال، حصلت ريح شديدة تمام، سقطت على واحد في الطريق أو على مكيف في الطريق، هل يضمن أو لا يضمن؟ قلت لك دعني أراجعها بتفصيل. ماشي، وأتصل بحضرتك تاني؟ لا بأس. ماشي يا شيخ. أنت عايز تدفع أدفع وخلصني يعني، إذا كنت أنت لا أنا اتصلت بالنفس. معاك فلوس؟ أدفع. أنا قلت لك أنا هشارك معاك في الإصلاح، بس بيقول لي لا 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 هو متعنت. لا 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 يقال كده ان عليك الشيء كله. تمام يا شيخ. لا لا جزاك الله خير يا شيخ. في طالما انت مفرط ولا مش مفرط ولا ايه النظام؟ شخص يعني هو الدفاق ده موجود على السطح بقاله اكتر من سنه، وقدرا النهارده لعاصفه هنسمع الفتوى ان شاء الله مرجع. ان شاء الله. قريب يقوم بعمل السحر، هل علي وزر؟ لو ابتعدت عنه تماما لا يا ياسر ما عليك وزن، انت تبتعد عن الشر يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم. ادري يا شيخانا. ماذا عندك؟ بدي اسالك هل يعني الصلاه يعني خلف من يقرا البربة هل جائزه؟ مش لازم التفصيل في امره، هل هو جاهل او عالم؟ ابحث عن اهل السنه تصلي خلفهم. السلام عليكم. نعم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. شايفنا؟ نعم. الله يعزك يا رب. سؤالي تم فتح مشروع انا وصديقي. تم فتح مشروع انت وصديقك وبعد؟ نعم. فبعد فتره حددنا نسبه من الربح 10%. بعد فتره حصلتم نسبه من الربح 10%. نعم، اللي هي تخرج في يعني مثلا مسجد او مسكين فقير او كذا، هل فيها اي شيء حتى لو انا مثلا شهر منحت او شيء او تاخرت عن ال عفوا انتم قلتم ماذا؟ ما الصيغه التي قلتموها؟ لا كل احنا اثنين شركاء في مشروع وكل واحد حدد نسبه من مربحه اللي هو يطلعه لله. هل كان نذرا؟ لا ليس نذرا، الامر فيه سعيدة. بارك الله فيك يا ام محمد الشاطر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك الشيخ مصطفى؟ الحمد لله انا بخير. الله يبارك في حضرتك. عندي سؤال بس بعد اذنك. ايه اتفضل. بقول لحضرتك حكم الجمع بين الاضحيه والعقيقه بنيه واحده، يعني لو في ماذا؟ في ماذا؟ الأضحية والعقيقة في بنية واحدة. يا عقيقة وأضحية في بقرة أو في شاة؟ لا في بقرة، في بقرة. لا بأس، البقرة يجوز الإشتراك فيها، سبعها أضحية وسبعها عن البنت عقيقة وسبعان عن الولد. تمام، يعني أجزأ الأسباع جزء للعقيقة وجزء للأضحية. نعم. تمام جزء. بنت ولا ولد؟ ولد. سبعان. سبعان تمام، سبعان للولد وسبع الأضحية. نعم. تمام جزاك الله كل خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. بس حضرتك في السفر أنا بصلي الظهر مع العصر. لا بأس. فبتم الظهر يا جماعة. وأكثر العصر، تمام كده الصلاة ولا إيه؟ تدم الظهر الجماعة يعني أنت تصلي مع الإمام فتصلي إيه؟ أربعاً؟ أربعاً وأكثر العصر اثنين. لا بأس. لا بأس. إذا صليت يا مسافر خلف المقيم تصلي أربعاً. تمام.
نعم. إذا صليت منفردا تصلي ركعتين. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما بالنا يا ابن عباس إذا كنا في سفر وصلينا خلف الإمام صلينا أربعا، وإذا صلينا فرادى صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فسنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم إذا صليت خلف الإمام المقيم تتم مثل صلاته، منفردا تصلي ركعتين، هذا إذا كنت مسافرا. طب السؤال الثاني يا شيخنا، ها بصلي المغرب والعشاء اسمع بقى كده عشان نصحح اللغة شوية. كلمة أنا بصلي، أنا باكل، الباء دخولها على الفعل المضارع غلط. اسأل أهل النحو في بلادكم، ما في آية في القرآن ولا كلمة في القرآن إن الباء تدخل على الفعل المضارع. أنا باكل، أنا بنام، أنا بذاكر، لا، شيل الباء. أنا أذاكر، أنا آكل، أنا أنام. أصلي المغرب والعشاء، تمام. هو دخل باء مرة ثانية، ها. تمام. وأرجع البلد فبدأ الناس بيصلوا العشاء، أخش أصلي معاهم ولا صليت العشاء في السفر ورجعت بلدتك ووجدت الناس يصلون العشاء، إذا دخلت المسجد صلي معهم تكن لك نافلة. ما دخلت المسجد ليس بواجب عليك أن تقضيها مرة أخرى فقد صليتها. ليس حديثك ذكرت حديث ليس على العجماء اللي الجاموسة دي، أو هذا الحديث؟ أيوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البئر جبار، البئر جبار، والمعدن جبار، والعجماء جبار. يعني ايه جبار؟ يعني ليس لها دية. انت واحد اتى بك تحفر بئرا، انهال عليك البئر، ليس عليه دية. جزاك الله خير شيخا. هل تقوم الريح مقام العجماء؟ يعني جاءت العاصف اليوم أسقطت مثلا سقف منزل أو صاج من على منزل على تكييف واحد، يقول لازم صلى تدفع ثمنه كله. ما هكذا أبدا، هذا الرجل طماع، يعني مش عارف، ليس من حقي ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، عايزين نعرف صحة حديث اللي هو من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة ذات لو لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ضروري مطلقا مرة ومقيدا بالجمعة مرة. نعم. طب إن قلت لك أشتري كتاب الفقه الميسر لحضرتك، أنا لم أجده خالص، يعني أنا لي كتاب الفقه الميسر؟ لا، اللي هو أنا راجعت كتاب الفقه الفقه الميسر للأخت أم تميم حفظها الله، ومراجعتي وكتاب آخر، كتاب الملخص الفقهي لأخت عند أحد الإخوة يوسف العزازي أيضا. وستعيل اللي هو فيه اللي أنت عامل كتاب للدعاء اللي هو أداب الدعاء، فقه الدعاء. نعم، فقه الدعاء موجود، تعالى خذ هدية إن شاء الله. جبت لكي أحصر عليه، لم أجده خالص. موجود عندنا، تعالى خذ هديتك منه. الفكرة مثلا أنا نزلت عشان أجيبه عشان أنت عامل المرجو كده، نزلت ولقيت شهادة خلف الجندي، قلت حاشا لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. انا مطلق. سلم. مطلق وعندنا ولد اكبر. ماله الولد الاكبر؟ هو ولد واحد 4 اعوام. 4 اعوام؟ نعم. الحضانة مع مين؟ يعني أنت طلقت زوجتك وعندكم ولد واحد 4 أعوام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. طب لو أنا هي في بلد أخرى وعايزة تسافر بلدها بالولد، وأنا ما أقدرش إن أنا أسافر هناك. لا خلاص، تاخذ ابنها وتسافر، ما عليك مشكلة. نعم؟ ما عليك مشكلة، خلاها تسافر بالولد، هي
أرفق به منك وأحن عليه منك وهدي في الواقع فوق يعني كل ذلك. حقيقة الحقيقة ليست الواقع ليس كذلك. ف يعني منذ ولادته وأنا أعتني به كأمه لا أكثر منها. يا حبيبي الرسول محمد اسمع ثمنها عليه. يا حبيبي صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هدي محمد أكمل من هديك. اختصمت المرأة مع زوجها في الولد فقال الرسول لها أنت أحق به ما لم تنكحي، ما دمت لم تتزوجي الولد معك. وعمر كان قد طلق امرأة له وما كانت مشركة أيضا لما نزل ولا تمسكوا بعصم الكوافر وكان له ابن منها. أخذت الولد بقي عندها زمنا، فمر ذهب عمر إلى مسجد قباء وجد الولد يلعب أمام مسجد قباء فأخذه عمر، فرفعته المرأة إلى أبي بكر كان أبو بكر الخليفة، فقال أبو بكر رد لها الولد يا عمر هي أرفق به منك وأحن عليه منك. يا شيخ أنا أخذت منها الولد كانت تنهال عليه ضربا وأنا شديته وهي يا حبيبي أنت خصم كلامك غير مصدق كله، لازم هي لها كلام لها رأي. ارفع قضية عند المحامي، ارفع قضية عند القضاء وانظر ما سيحكم لك. خلاص اقول لك ايه بس. رانيا تقول البلكونة متهلكة وسقطت على واحد. لا المسألة تختلف يا اخت رانيا، تختلف المسألة الان. شايف البلكونة متهلكة لها شهرين ثلاثة، تختلف عن الجائحة التي عمت على المسلمين. فهم يا رانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الغالي. اتفضل. عندي سؤالين يا شيخ الله. سأل يا أخي الكريم. السؤال الأول يعني عايز أسأل عن صحة حديث لا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته. ضعيف الإسناد. ضعيف الإسناد. يعني تمسك زوجتك تكسرها من الضرب ولا واحد يقول لك ليه ضربتها؟ لكن الحديث ضعيف أولاً. ضعيف الإسناد. تمام بارك الله فيك يا شيخ. عندي سؤال تاني شيخ متعلق بمسألة مادية طويلة شوية يصعب شرحها، يعني أنا أرى وقت حضرتك ضيق فمحتاج تليفون حضرتك أتصل بيه. 0 1 5 3 3 3 8 3 وأنت وحظك. إن شاء الله بارك الله فيك. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. قول يا شيخنا هل يحق للزوج أن يأمر زوجته بتغليظ عينيها يعني بشر يعني خفيفة يعني ممكن تشوف منها حتى يعني وعلى فرض إن العين ما فيهاش فيها يعني. يعني أنت حق الزوج إيه؟ يقول الزوج تغطي عينيكي؟ بشرة كده خفيفة يعني تشوف منها عادي. طيب العلم ان هو ممكن العين ما فيهاش فتنة ولا حاجة، بس يعني هو يعني عاوز يعني مش لا تظلم النساء، كفاية المرأة تمشي يعني اذا كانت عينها باينة ومكتحلة ولا حاجة فتنة، لكن اذا كانت الامر عادي كيف سترى المرأة؟ يعني لا يشدد في هذا الباب وتغطي قدر الساعة، لكن لو في ضرر لا ضرر ولا ضرار. جزاك الله خير. الله يكرمك. حكم الاشتغال في البنك الافريقي الذي يجمع 6 دول من افريقيا الوسطى. افريقيا الوسطى من استراليا ما لنا دخل بهذا، المهم في الممارسات التي يفعلها البنك، هل هي ربوية ام لا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لو تكرمت يا شيخنا في مسألة، بس أسألك الدعاء قبل المسألة الله يبارك في حضرتك. الله يسكننا ويك الفردوس ووفقنا وياك، تفضل. اللهم امين يا رب. لي صديق شغال محاسب، فاحيانا يعرض عليه بعض الشغل هو في المملكه العربيه السعوديه، تمام؟ يجي له هو شخص صاحب مؤسسه مقاولات، يقول له احتاج انك تسوي له موازنه عن اعمال تمت في خلال عام او عامين. يعني النهايه. ايوه. هل يريد التزوير او لا يريد التزوير؟ هو ما يعرف اذا كان كلامه صحيح او لا. لا يعني الان انت جايب محاسب يعمل لك جرد من اجل الزكاه والدخل. فما الشركات كثير تقول للمحاسب ضبط
الأوراق حتى لا يأخذوا منا إلا مبالغ قليلة. طبعا تزوير لا يرضي الله ولا نستطيع أن نفتي به. لا مش هزور. هم هو بقول لك اللي بيحصل. صاحبك ما أدري ماذا يصنع صاحبك. لا فضلت الشيخ معلش نقطة مهمة. اتفضل. هو بس أنا حصل أمامي قلت له حصل فضلت الشيخ على الموضوع ده. دخل عليه شخص قال له أنا عايز تسوي لي موازنه لمده سنه علشان اخد تيسيرات في القروض او السيارات. اه القروض الربويه يعني. ما هيش لا هي بدون فوائد صراحه. ازاي يعني؟ يعني تمويل سيارات له للشركه بدون فوائد مدعومه. ولكن المقصد في انه هو ما يعرفش اذا كان كلامه صحيح في المشاريع اللي هو عايز عليها موازنه دي او لا. ما مش متاكد هل هو مزور او كلام الاوراق اللي هو جايبها ديت صحيحه او غير صحيحه، المحاسب ده ما يعرفش. بس هو بيعمل له محاسبه على الايه الاوراق اللي هو جابها، يعني هو بيظبط له النظام القانوني يعني على الاوراق اللي هو جابها، لكن المحاسب ما بيزور بنفسه، لكن بناء على الاوراق اللي جت هو بيشتغل. خدت بال حضرتك؟ ده معتمد لدى الدوله عندهم؟ اه يعتمد معتمد ايوه، بس المشكله ان هو ما يعرف ازاي الموازنه دي هو بيعملها للدوله او بيعملها للجهه اللي هتمول له المؤسسه او الشركه. لان الدوله تطلب كده لازم موازنه بالاعمال، فهو ما يعرفش اذا كانت الاعمال دي تمت او لا تمت او لم او لو لا تمت. والمعهود الصحيح المعهود الصحيح هل عمل موازنات هذه له طريقه معينه لازمه يلزم اتباعها ام لا؟ ايوه صح، لها طريقه معينه لازم يكون محاسب فاهم القانون والمحاسب في نفس الوقت محاسب قانوني. يعني هل المحاسب يعملها غيابي من حق يعملها غيابي بدون ان يعرف؟ من معلش ثانية يا شيخ؟ يعني إذا الحكومة اطلعت على هذا أن هذا المحاسب لم يتحرى يمشوها ولا يأخذوا بها؟ لا هي الحكومة بتطلب من محاسب قانوني كده شرطها لازم يكون محاسب قانوني، بس المحاسب القانوني ده ما عندوش خبر يقين أن الأعمال دي تمت بالفعل، وفي نفس الوقت ما عندوش خبر يقين أن هي مزورة. أستأذنك اسأل عن هذا غيري. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله شيخنا الغالي. وياك يا أختي. عايز أسأل حضرتك بعد إذن حضرتك سؤال. سلي. دلوقتي أنا بصوم الحمد لله اثنين وخميس. الله ما تقبل يا رب. بس يعني أنا نفسي أصوم الأيام البيض اللي هو 13 14 و 15. طيب. بس أنا يعني في الفترة دي بكون حائض. طيب. طب يعني ما ينفعش اصوم مثلا ثلاث ايام دول بعد ما يعني بعد الفتره دي ولا لازم يكون يوم 13 و14 و15؟ لا اي ايام. بل الاحاديث اخذ الاجر كامل؟ الاحاديث الاقوى سندا انها ايام مطلقه. قال ابو هريره رضي الله عنه: اوصاني خليلي بثلاث. ايوه. بصيام ثلاثه ايام من كل شهر، وركعتي الضحى والوتر قبل ان انام. فقوله أوصاني خليلي بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر عامة بدون تقييد. ونفس الكلام عن أبي الدرداء: أوصاني خليلي بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. نفس الكلام عن أبي ذر لكن سند أبي ذر مرسل: أوصاني خليلي بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فالأحاديث المطلقة أقوى من المقيدة. نعم. خلاص يا شيخ. شكرا لحضرتك وجزاكم الله كل خير. وجزاك الله مثلك. بهذا القدر أستاذي حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات ملء الأرض ملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد. أن الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أن تملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربنا اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم أصلح أعمالنا وحسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا واصلح سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. نعوذ بك يا ربي من الحور بعد الكور ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا زدنا ولا تنقصنا يا رب ومن علينا بالإيمان ومن علينا بكماله وتمامه يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.